الأبيض عروس الرمال كما يحب أهلها. لم تكن العروس اليوم في كامل زينتها بعد أن كتبت لها الأقدار أن تتوشح بالسواد بعد فاجعة سقوط ضحايا إثر عملية إطلاق الرصاص على موكب تلاميذ المدارس الذين خرجوا يطالبون بمعالجة مشكلات أساسية. حادثة أثارت حالة من الاحتقان بدأت بالأبيض ولم تنتهي عندها. قال لي والله أقطعهم كلهم كويس، خدت السلاح في الكبوت بتاع العربية، وجهه دغري على الطلبة. أنا وقت بتكلم معه عينت الرصاص ضرب عينت الأولاد دي الوقوع في الوضع. ليه يضربوا الطلبة مساكين ما عندهم حاجة؟ ليه يضربوا؟ أسر الضحايا رغم الألم لم تهدأ حناجرهم من الهتاف، مطالبين بتحقيق عادل وشفاف يقدم الجناة إلى العدالة. جاني تليفون من والدة الشهيد بأنه محمد في تظاهرات ومحمد اتعور، فأخذت تاكسي على العجلة وجيت. لما ماشي في الطريق صبغوني أخوتي هنا من المنزل إلى المستشفى وعلمت بأن محمد توفي. نحن كولاية أي مواطن عنده معلومة أيا كانت نوع المعلومة دينا زي ما قلت لك هي بتفيد لجنة التحقيق، ونحن على استعداد تام نسمع أي زول. قضيتي أنا كوالي يمكن يعني حقيقة واحدة من الحاجات اللي أنا حازة في نفسي ومؤلماني ألم كبير جدا أنه دي الأطفال. حادثة الأبيض ألقت بظلالها على العملية السياسية. الدعم السريع ينسحب من المدينة وقيادات من قوى الحرية والتغيير تختتم زيارة إلى الأبيض لأداء واجب العزاء. أعقبه وفد من المجلس العسكري للوقوف على الأوضاع بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة التفاوض بين الطرفين، وهدير الشوارع بالهتاف يكسر صمت المدينة. محمد عثمان، الحدث، من مدينة الأبيض، ولاية شمال كردفان.